ايه جمال الاسكندريه؟ لان احنا اكيد لو بنشوف افلامنا زمان في الخمسينات والستينات بنشوف قد ايه الاسكندريه دي جميله جدا، واكثريه الفنانين كلهم اصولهم من اسكندريه. للاسف الفتره اللي فاتت مش بس اسكندريه، مصر كانت يعني مظلمه شويه، فاحنا فكرنا من خلال مسابقه ملك الجمال مصر السنه دي 2014 من ايفنت باسم جمالك يا مصر، ان احنا نكتشف اجمل مناطق مصر من خلال المسابقه، وان احنا نحاول نروج السياحه. ومن خلال المسابقه احنا عزمنا تقريبا اكثر من 8 ملكات جمال من بلاد مختلفه بعيده جدا، من فنزويلا ومن الفلبين ومن تشيك ريبابليك ومن روسيا ومن تونس، وكلهم هم متمتعوا بجمال مصر. جمالك يا اسكندريه النهارده ايفنت خيري، واحده من الشركات الراعيه وتعتبر السبونسر من ضمن الرعاه للحفل الخيري النهارده شركه فيس تو فيس. معانا الاونر للشركه مستر يوسف. ازيك يا نبيل، اخبارك ايه؟ الحمد لله. النهارده فيس تو فيس سبونسر رسمي لحفله جمالك يا اسكندريه. احنا يعني المنظمين الحدث مع روتري، روتري اسكندريه وروتري سان رايز، واحنا فكرنا في فكره ان الايفنت يبقى اسمه جمالك اسكندريه، لان اسكندريه معروفه دايما في الخمسينات وفي الستينات بجمالها وبكل الفنانين كلهم اكتريتهم طلعوا من اسكندريه. وفي نفس الوقت كان روتري عايزين يعملوا ايفنت خيري عشان يبقى في دخله بيروح لجهازين غسيل كلى، لمستشفى راس التين ومستشفى ابو قير. ففكرنا ان احنا ندمج الايفنت، يبقى في ايفنت بيجذب الناس ان هي تيجي تحضره، يبقى في عرض ازياء وعرض مجوهرات. ده سبب ان النهارده كمان لورد بانا ملك الجمال مصر موجوده، فالجمال مش بس المفروض ان الايفنت يكون، اولا المفروض ان ملك الجمال مصر ترعى الاحداث الخيريه، ولارا كمان اصلها اسكندراني وانا كمان اصلي اسكندراني، فعشان كده فكرنا ان جمالك اسكندريه ممكن تكون فكره حلوه انها تبقى حاجه مش تتعمل مره وخلاص، تبقى كل سنه تتعمل، ومن خلال المسابقه يبقى في دايما تكريم لشخصيات اسكندرانيه وصلوا لمكانه معينه في الفن ولا في المجتمع. عشان كده سمير صبري، الفنان سمير صبري موجود معانا النهارده. لان سمير صبري طبعا هو فنان اسكندراني وعمل حاجات كتير وعنده معلومات كويسه قوي عن اسكندريه، فاحنا فكرنا هو الشخصيه المناسبه جدا ان هو يتكرم النهارده. الجمال مش بس يعني حاجه حلوه، احنا بنستمتع بجمال الاسكندريه وبالجمال الموجود في كل حاجه حوالينا، لكن احنا شايفين انه بشكل اساسي انتم مهتمين بالاعمال الخيريه اكتر الى جانب دوت موازي، لانه يعني في العالم كله مسابقات الجمال بيبقى ماشيه تحت شعار اسمه بيوتي وذ بيربس، اللي هو الجمال ذو الهدف الخيري او ذو الهدف النبيل، وده كان ناقص في المسابقات قبل كده في مصر. فانا حبيت ان البنات يبتدوا يحسوا انه لازم يعملوا اعمال خيريه، سواء كانت ملكه الجمال او كانت حتى البنات اللي هم المراهقات، اما يلاقوا ملكه الجمال بتقوم بعمل خيريه هتبقى بتدي لهم دافع ان هم كمان يقوموا باعمال خيريه. ايه دور فيس تو فيس النهارده في هي فكرة الايفنت؟ يعني اما الروتري كان عايز يعمل ايفنت ما كانش عارف، يعني عايزين يعملوا حفلة وحفلة عشاء، فاحنا فكرنا ليه ما نعملش فاشن شو وجوليري شو، فاحنا منظمين الفاشن شو وجايبين المودلز من عندنا والجوليري شو، المودلز كلهم من فيس تو فيس، والاخراج المسرحي برضو من فيس تو فيس. اخرج العرض عزة سمير هي الكوريوغرافر اللي بتعمل لنا كل الفاشن شوز، وهي اللي اخرجت كمان مس ايجيبت على الستيج، هي اللي بتعلم البنات الكات ووك. النهارده في عرض الجولرز كمان، عرض الجولري ايرم، وهيبقى في قطعه هيتعمل عليها مزاد ودخلها هيروح للخير، وكمان في فستان هيتعمل عليه مزاد. الحفل النهارده دخله بالكامل موجه لصالح المستشفيات العامه، المزاد وجزء من التذاكر. يوسف تهاب بتقول ايه النهارده بصفتك اونر فيس تو فيس للمودلز والشباب الصغيرين اللي انت قدوه ليهم النهارده في انك بترعى اعمال خيريه بالحجم ده؟ احب اقول للناس ان حلو كل واحد يبقى عنده موهبه او حاجه بيحبها، بس حلو دايما انه يحاول يدخل الحاجه اللي بيحبها دي في حاجه خيريه، لان ده اللي هيخليه ينجح في شغله بعد كده. بتتعاون في المستقبل مع انديه زي روتري اسكندريه؟ ممكن، لان انا اسكندراني فاحب. طيب وهتتعاون بره اسكندريه ولا هو بس هتقتصر بلدك؟ لا، ما انا بس انا اسكندراني بس عايش في القاهره. اوكي، فيعني ممكن اسكندريه والقاهره طبعا. بص، اي ايفنت وخصوصا لو حاجه انا
اقدر اعمل فيها. يعني مثلا لو مثلا مؤتمر طبي او مؤتمر هندسي مش هعرف اشارك فيه لان دي حاجه مش في مجالي، لكن لو اي حاجه ليها دعوه بالفاشن بالجمال بحاجه انا دارسها وفاهمها او هقدر اضيف فيها احب ان انا اشارك. انا شفت ان انت كمان ساهمت ببعض المودلز بتوعك كانوا يعني متطوعين انهم يورجنايز مثلا زي الكاير فاشن فيستيفال، فهم انت بتحسهم على انهم يعملوا عمل خيري حتى لو كانت بره مجال فاشن فيستيفال؟ عشان بصراحه ما كانش عمل خيري كاي فاشن فيستيفال. الولاد اللي كانوا بيورجنايز دول كانوا متطوعين. كانوا متطوعين ان هم بيعملوها اشرنج متطوعين، بس عشان برضو ما يعني كايرو فاشن فيستيفال كانت تبع، لا كانت عشان مش انا بتاع عمر مدكور. فهو كان في طبعا اشرز بيحبوا ان هم يشتغلوا كتجربه وان هم يساهموا في اي ايفنت، فطبعا دي حاجه كويسه عشان بتمرني كمان الشباب الصغير ان هو يحب بيشتغل. انت شايف ان الشباب النهارده عنده رؤيه احسن في مساعده الناس ومهتم بانه يساعد غيره ومش قاصر حياته على نفسه؟ متهيألي ولازم نوعيهم اكتر على الموضوع ده، لان يعني اما يبتدوا يشتغلوا ويعملوا حاجات خيريه احنا بنلغي صفه الانانيه، ولو لغينا صفه الانانيه ده هيخلي يبقى في خير اكتر والناس تتقدم اكتر. ويعني احنا للاسف في الفتره اللي فاتت في صفات كتير ظهرت مش لطيفه، فيمكن الايفنتات دي والاعمال الخيريه وتذوق الجمال يخلي الناس تبتدي تتعود على ان هم يعملوا خير وان هم يتذوقوا الجمال، وده اللي احنا محتاجينه. النهارده بتقول ايه عن مصر؟ بتغير الصوره قدام العالم؟ النهارده حفله النهارده بتكلم عن اسكندريه. بس بتقول بتدي صوره عن مصر ان احنا بنحب الجمال، بنحب العروض الازياء، بنحب الخير، عندنا امان ان احنا بنعمل حفلات وما عندناش عنف، واي حد هيحاول يعمل لنا عنف هنقابله بحدث جميل. ادولنا يعني اعملوا ارهاب احنا هنعمل 10 احداث جميله. ميرسي ليك، اشكرك. ميرسي.